كبسونة كده. مساء الخير. ايه؟ هو ايه في ايه؟ انت مالك يا اخي؟ ده اسرار بيني وبين المخرج. اسرار؟ اه. يعني في اسرار بينكم دلوقتي؟ اه في اسرار. في اسرار كتير بيني وبين المخرج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اه ازيك يا حسن؟ ازيك يا خالتي هاني؟ عامل ايه؟ ازيك؟ عامل ايه يا خالي؟ كيفك؟ الحمد لله. منيحة؟ النهارده حسن يا جماعة عامل وليمة بجد. بجد يعني صراحة يعني أوه. عامل لنا رز معمر بالسمان ورز معمر ورز معمر حلو وتومية. طبعا أنا اللي هعمل التومية. الله. دي معروفة يعني. مكلف قوي. أدي السمان أهو. عملنا إيه في السمان بقى؟ عملنا إيه في السمان؟ ليمون وزعتر وزيت. آه. وفردناهم وشوحناهم في الفرن. في الفرن نص سوا بالشكل ده كده، ما يبقوش مهريين قوي. لا من رص عليهم عشان ما ينشفوش، عشان ما ينشفوش. وبعدين هنبدا نخليهم. استاذ سيد يخليهم كده، واحنا نكون احنا جهزنا الرز المعمر الحلو. تمام. وبعدين نشتغل في الطوميه قبل ما سيد بيحن علينا. اقول مقادير الرز المعمر الحلو. الحلو. طيب حاضر. امورنا يا استاذ حسن. اتفضلي يا خالتي. المقادير يا استاذ مجدي. رز معمر حلو، رز حليب كريمه لباني قشطه سكر بودره وفانيليا. رز وحليب وكريمه لباني وقشطه وسكر بودره وفانيليا. بص حضرتك، احنا نقعنا الرز. اه ادي نص كيلو رز بتاعنا اهو. تمام. اللي احنا نقعينه وغسلناه كويس. اه ونشفنا الرز. حط شويه دول يا حسن، حرام عليك هيترموا يعني. لا انا اقدر. ايوه كده وغلاوتك ليك. تمام كده. اه خلاص. حاول تلم الميزانيه شويه. حاضر. يعني الرز ده ممكن ينفعنا يوم تاني. فانيليا. 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 ايوه. شويه لبن. الحليب اهو. ايه ده؟ مش هتحط حليب كتير؟ هحط. ادي دي كريمه لباني. دي كريمه لباني. احنا ما بنحطش بقى ايه؟ قشطه كتير. اه. بنعوض. عشان ما يبقاش دسم. اه بنعوضها بالكريمه اللباني. وادي ده يختلف شويه عن ال عن الرز اللي هو اللي بالملح. ايوه ليه بقى؟ ليه بقى؟ عشان هنديله شويه ميه، وبنعتمد في الاكتر في الحليب والقشطه. يعني احنا حطينا الرز وفانيليا كريمه لباني. ايوه. وايه كمان؟ وهنحط السكر بودره اهو. اه سكر بودره. مش طب ليه مش سكر سنترفيش؟ لو حطينا السكر العادي هيقول، مش هيقول لا، بس ممكن يعمل ايه؟ يقرقش كده في في الاكل. وبعدين السكر العادي بيقلب الكراميل، يعني مع السخونيه الزياده في الفرن يقلب الكراميل. فاحنا مش عاوزين كده، احنا عاوزين نسكر ال يعني حطينا الرز وبعدين اللبن وكريمه لباني والسكر وسكر وفانيليا. وهندي حته قشطه. بص قد ايه؟ حالفين عليها. اه حته صغيره. يا عين امها. ايوه بس اقول لها بقى حضرتك على حاجه. ال دوت في ناس بتحط جواه ايه؟ بلح. بلح؟ اه بيبقى حلو جدا. لما نجيب البلح اي نوع بلح بس طبعا مش اللي هو الفريش. اه اي نوع بلح. لا اللي هو زي العجوه ده. زي العجوه ده. نقطعه ونشيل منه البتاع، نقطعيه كيوبس، وبعد ما نقلب كده نرمي شويه فيه. بيبقى طبعا رائع. حاجة رائعة. يا تخني يا تخني. يا تخني يا تخني. يعني هو اللي بياخد ياخد منها معلقة، مش يعني مش لازم يغب فيه قوي يعني. أنا آخد لما يكون قدامي رز معمر بالطريقة. آخد معلقة. طب أنت عايز تاكل قد إيه؟ يعني آكل طبق يعني. طيب حتى لو يعني الناس مش لازم، مش المقصود إن إحنا ناكل كتير في الحلويات. بجد والله الحلويات كتيرة مضرة، مش ما بالك بقى ايه رز معمر وجواه حليب وكريمه لباني وقشطه يا قشطه والكلام ده كله. قشطه عليك. اعذر في الفرن. يا استاذ سامع الاستاذ المخرج بيقول لك ايه؟ لا هو فاصل عليا الايربيس عشان ما اسمعش اللي انتوا بتقولوه وتتفقوا عليا. انا مش هتفق عليك. بصي دلوقتي فتح. ايوه بصي انت سامعني دلوقتي كده بجد على فكره. منافسن بجد. يا جماعة الأستاذ المخرج الأستاذ مجدي كمال بيقول لي جت طلبات كتير قوي على القنبلة اللي أنا عملتها امبارح. عشان تعرف أي كلام. أي كلام. أي كلام إيه؟ هو أنا بعمل حاجة الطلبات. حلوة. أنا عاوز أشوف الطلبات دي. يعني إيه؟ هات له أستاذ كشف الطلبات.
اتفضلي اتفضلي. ده في ويتنج ليست بيقول لك. ناس حاجزه. بص هنعمل التوميه بقى. انت هتعمل التوميه اعملها حضرتك؟ لا لا اعملها. طب ايه رايك نعمل الرز معمر لو يا ريت. اجل التوميه دي عشان هنعمل الوش. خلينا التوميه دي بعدين. بسم الله. فتفته سمان. بص يا استاذه بقى احنا اتفقنا يعني لو احنا حابين نعمل رز معمر حادي نفس الرز المعمر الحلو بس بدل السكر والفانيليا هنحط ملح. ملح والخامه برضو هي هي, هي بس هي. احنا بقى عاملين حاجه تانية نسهل برضو على الستات في البيوت اللي هو ايه احنا عملناه قبل كده انا وحضرتك اللي هو الرز المعمر اللي هو الرز العادي اللي عندك في البيت. يعني لو احنا عندنا شويه رز زي كده في البيت بيتين بيتسخنوا ما عندناش برضو اعملي رز عادي. في ناس بيعجن منها الرز المعمر فبيبقى صعب بالنسبه لها وتحس ان هو ايه رزل في صحيح. فطب نعمل ايه؟ اعملي رز عادي اهو. احنا عملنا رز عادي خالص وتبلناه وكل حاجه. هنحط شويه تحت اكنك بتعملي مكرونه فرن. بنفس الطريقه بس هيختلف البشاميل ان احنا نحط الايه؟ اللبن والكريمه اللباني. اللبن والكريمه اللباني. بس احنا عاملين بقى اللبن والكريمه اللباني. هقول لحضرتك دلوقتي بطريقه ثانيه خالص. احط بقى نص السمان. اتفضل. نعم. معانا الاستاذه سناء. أيوة من اسكندريه. ايوه حضرتك. الو اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. ازي حضرتك يا استاذه هاله؟ وعليكم السلام ورحمه الله. انا سعيده اللي سمحت صوت حضرتك. حبيبتي ربنا يسعدك يا رب ويكرمك. ربنا يبارك لك يا استاذه هاله. برنامج حضرتك كويس. ربنا يخليك. بص يا استاذه هاله حضرتك. نعم. نعملها لحضرتك. انا عندي ابني عنده عين وجعاه وحضرتك مش شايف خالص عينه نظره ضعيف جدا. عاوزه من حضرتك توصليني لدكتور محمد حامد. حاضر. انا يعني كلمته حضرتك على الساخن ماشي قالت لي لازم تيجي من تبع الاستاذه هاله عشان انا معيش فلوس ادفع. حاضر. لا انت الخير. بصي والله داس على ابنه والله نظره ضعيف جدا والله. حاضر. الله يرضى عليك يا استاذه. حاضر يا فندم. امرينا امر. وانا ست مطلقه والله العظيم. امرينا امر يا فندم. امرينا. بس الامر لله واحد. بس حضرتك يوم الخميس انا رايحه له. طب خلاص الاستاذه منى هتتواصل مع الدكتور محمد ودلوقتي هتاخد نمره تليفونك وتقول له ان فلانه جايه بحاله ابنها كذا كذا. حاضر عينينا. امر يا فندم. امر. حاضر. من يشفيهولك ويعافيهولك يا رب. حطينا السمان وبعدين حطينا فوقيه رز. بص يا استاذ مجدي. واحد لسه ما اشتغلش. بص يا استاذ مجدي. من فوق ولا من تحت ولا ايه؟ مين؟ اتفضل. بص يا باشا اهو. احنا حطينا طبقه الرز من تحت وحطينا السمان وهنبدا نحط طبقه الرز تاني زي اكننا بنعمل مكرونه الفرن بالشكل ده اهو. اهو تمام. كنا احنا بقى عاملين ايه يا استاذه؟ بنجيب بصلايه نقطعها حتت صغيره خالص. بس نشيل البهدله والمرمطه اللي احنا عملنا فيها. انت اللي مرمطت وبهدلت الدنيا. أنا. ليه كده؟ ليه؟ ليه؟ عملت لنا مش عارف مش عارف مش عارف ماله دون؟ ما لا معانا مدام امل. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا انا انسة. انسة. نعم انسة. ان شاء الله تبقي مدام باذن الله. باذن الله. انا بابايا متوفي. ايوه فندم. انا بابايا متوفي واحنا اربع بنات ومامتي وانا نعيش الاجازه مامتي مش قادره على الحاجه بتاعتي وانا اتجوز الشهر ده. أنا مش سامعة. يا أمل ممكن توطي التلفزيون بعد إذنك؟ أيوه. وطي التلفزيون يا بابا عشان نعرف نسمعك كويس. ماشي. شكراً. فبقول لحضرتك إحنا أربع بنات. وبابايا متوفي. ومامتي أنا هتجوز الشهر. مش سامعة بس تمام. وإحنا وأنا ناقصلي الأجازة. لا انا مش سامعاها كويس. بقول لحضرتك انا ناقصلي الاجازه. ناقصلها الاجازه وهتتجوز الشهر ده. ناقصك الاجهزه. طيب يعني ايه الاجهزه اللي ناقصاك يا امل؟ الاجهزه اللي ناقصاني غساله وبوتاجاز والثلاجه. مهم قوي الغساله يا امل. ايه؟
مهمه الغساله قوي اللي حضرتك تقدري عليه. لا ما انا بقول لك يعني ايه، اطلبي حاجات افيد يعني، ثلاجه والبوتاجاز تمام جدا، الغساله نستحمل شويه لحد ما ربنا يفرجها ونجيب غساله، صح يعني نقدر نوفر لك اللي احنا هنقدر عليه. حاضر يا امل، حاضر يا حبيبتي. دي كريمه لباني. بص يا استاذه، نعم، احنا جبنا القشطه وجبنا صور كريم وحطينا على القشطه وصور كريم وشويه كريمه لباني. اه واخد بال حضرتك، وجبنا بصلايه خدناها على البوتاجاز قطعناها صغير قوي. آه. وحطينا معاها الملح والفلفل والحاجات بتاعتنا كلها، الزعتر تمام والتتبيله، وبعدين نزلت عليه بالصور كريم بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده هو كده. آه. عشان نخف من الدسم بتاع القشطه والحاجات بتاع القشطه والحاجات دي. آه. ونبدا ننزل كده اهو. على فكره يا جماعه انا مش بهزر لما بقول لها ضروري الغساله قوي، لانه في بعض البنات حبايبي بيبقوا عايزين كل حاجه طبعا، واحنا ربنا قدرنا يا رب ان احنا نجيب لهم كل اللي هم نفسهم فيه، بس في حاجات بتبقى ابدا وفي حد تاني بيبقى محتاج حاجه، فيعني الغساله ما تستسهلوا يعني، مش عارفه اقول ايه، بس هو يعني نقسم الحكايه كده، البوتاجاز والثلاجه طبعا ونجوزها ونسطرها ونخلص، وبعد كده نبقى نجيب الغساله ان شاء الله. فيعني ايه، معانا الأستاذة نوال. ألو ألو يا أستاذة نوال. أيوة فندم. أيوة مدام هالة، مساء الخير. إزاي حضرتك؟ إزيك يا حبيبتي؟ الحمد لله والله في نعمة الحمد لله. أموري إزيك يا مدام هالة؟ أنا بحبك والله أنت والست حسن. حبيبتي ربنا يسعدك ويخليك يا رب. الله يخليكي والله. أنا متبرعة لأم أحمد اللي من يومين جاية، متبرعة لها ب 500 جنيه. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك ويجعله في ميزان حسناتك. شكرا 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 شكرا. اهو ام احمد انت رزقك واسع والله يا ام احمد. الحمد لله رب العالمين. عايزين نكلمها يا جماعه في التليفون. نكلم ام احمد كده ونشوف ايه الاخبار و... ربنا يخليك يا استاذ. احنا عملنا حطينا الثوم. نحط الثوم؟ نفرم الثوم. بس انا بس عشان ما يطرطش عليا. شطرت احط ايدي اهو. الله العظيم مش عارفة قرفانه منه كده ليه، في ايه؟ مش قرفانه ولا حاجه. الطرطش استاذ مجدي يقول لي طرطشت الدوم خير. طيب يا استاذ، لا انت مش واخده بالك اصلا انت عامله ازاي؟ والله العظيم يعني عارفه اللي بيجي يحط فيشه وحاسس انها تضرب فيه. والله العظيم بتحط الثوم. طيب عايزين نقلب الثوم بس. بس بس اقعد انت، ما انتش فالح غير انك تتريق عليا وخلاص. افتح يا حبيبي. حاضر فتحنا. الله العظيم حسن ده حبيبتي. نضربه كمان شويه. حط ايدك. حاضر. بس حضرتك ضربنا التوم اهو، حطينا البطاطس، وحدتين بطاطس مسلوقين نفس الطريقة. تلاقيش بس حضرتك دلوقتي ايه بقى زي البطاطس البوريه بالظبط. تمام. نبدا نكسر عليهم. طبعا في ناس بتعمل ال بيض مسلوق. لا ايه حسن بجد بطل تهزر عليا. حاجات غريبه. بيض مسلوق ايه بس؟ بدل ما نحط البيض ني يعني. انا عايز اخدم. لا لا بس او نقليهم يا استاذ مجدي. بيض عيون والنبي ركزوا معايا. الله يهديك. بص يا استاذ مجدي، لا لا في ناس ولا اسبانيش، في ناس حضرتك بتعمل ايه، بتفصل تفصل البياض عن الصفار، بياض عن الصفار عشان ما تصفرش معاها. تمام. فاحنا عشان حاطين بطاطس ما يقلقوش ويكملوا عادي. بس انا وريتهم ازاي يفصلوا البياض. اوكي اوكي. واخد بالك البطاطس هتبيضها يعني. اه بص حضرتك، نحط ايه، ثلاث وحدات بيض كده. بس يا جماعه انا انصح بان احنا نفقش البيضه في طبق عشان الاول عشان نشوفها. ايه ده؟
ده ملح ليمون. ملح ليمون. شويه ملح ليمون اهو وشويه ليمون فريش. شويه ليمون فريش. ودبر حضرتك. بطه يا بطه الحمد لله على السلامه يا روحي. اطلع بره يا فاطمه. خلاص. تشرعبيها. بره يا فاطمه. بس يا حسن مالكش دعوه بفاطمه. ايه ده؟ ملح. ملح كتير قوي كده ليه؟ معلش خليها عليك. نقول بقى اهم حاجه. ركز مع حسن مجد النبي. عارف عارف عارف. طب استنى انا هقول لك. اتفضلي. بص الزيت اهو صح؟ اه. نبتدي نحط. طب قول الزيت الاول عملناه ازاي؟ عملناه يا استاذ مجدي. ركز معايا والنبي. يا سبعه ركز معايا. ركز معايا يا سبعه. بقينا بنصنع الزيت كده. طبعا والنبي يا عم الحاج ركز معايا. سقعناه سقعناه. ايوه بنحط الزيت في الفريزر. في الفريزر شويه من بالليل يبدا يجمد معانا شويه. بيبقى بالشكل ده لازم يبقى ساقع. اشمعنى؟ عشان ما يحلش منك في السخونيه بتاعت البتاع. المحلل. اتفضل يا حضرتك اضرب. ما انت قلت لي استني. بص والله والله انت ايه ايه قلت ايه؟ انت فعلا سرسوب. يعني لازم ينزل من من نكبش مره. منه. لازم يبقى كده زي المايونيز بالظبط نفس الطريقه. بس حكايه ان الزيت يبقى ساقع دي جديده. ما بص حضرتك هو لازم الزيت يبقى ساقع عشان السخونيه بتاعت المضرب او الخلاط او كده. احنا طبعا كان ممكن نعمله في كبه بس احنا برضو بنتكلم مع الناس ان احنا امكانياتك حتى لو في البيت ممكن تعملي الكلام ده. تمام. يا استاذ حاضر يا بيه. طب بوظت الطوميه. عايز اسمع الاستاذ بيقول لي ايه يا اخي. نعم يا استاذ. اهو بقى يا عم مجدي والنبي ما تتكلم عشان هتقعد تبوظ ام التوميه. لحظة وقوع السرسوب. بص أنا عايز أقول لك بقت جميلة أوي. لا لسه لسه ما بقتش جميلة أوي. اتفضل اتفضل. ما تقلقش أعمل لك عليها. فنانة فنانة فنانة. بص حضرتك بص ربطت ازاي. كل ما تزود الزيت كل ما هتربط معاك. بص حضرتك تقلت ازاي. غريبة قوي. لحظة واحدة. بص يا استاذ مجدي هتشربهم دول ولا قبل. بص التوميه كل ما نكتر لها الزيت حلاوة. كل ما نحط لها الزيت تبدا يعني حلاوه. كل ما نكتر كل ما الزيت يخليها تربط اكتر من كده. اهو بالشكل ده. طبعا طعمها مش قادر اقول لك دوقي عشان ما تقوليش بقى اكلتني تقوم ويا لهوي تقعد تصوتيلي. طب خدي دوقي. لا لا طب لا لا ايه سايمون. لازم مش حال حسب حالي. اشمعنى النهارده مفيش ما كنت هحط لك زيت قلت لي لا. دورك انتهى لحد كده. طب سلام عليكم يا جماعه. لا 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 على انت طردتني. لا هو ينفع اصلا؟ كل استوديو هياكل توميه ويفح في وش بعض توب النهارده. طب ما كنت عملتها يوم الاربعاء عشان يبقى بعد كده في يومين اجازه يفح في وش بعض توب. مش لا مشكله مش هاكل. لا التوم ده يا جماعه والله صحي جدا بجد. يلا ولا ايه؟ خلاص بقى كل سنه. ايوه ماشي.
شرب التومية. طب ايه بس التومية؟ خطر خير الدنيا. اه هيحط لك زعرورة. فين الطواجن؟ الطواجن لسه ما خرج يعني بتقعد لها 45 دقيقة ولا 40 دقيقة في ال. طب ما ط... ما ينفعش نطلع أي طاجن؟ نطلع أم بس لسه قال لك نطلع أم. أنت غريب يا حسن. أنت غريب يا هند. هو لسه يا أستاذة بصي. لسه الطواجن لسه. بص يا أستاذ مجدي هو يعني بدأ يها يعني بدأ يقول يعني من يعني الحروف دي حتة من فوق النبي يا أستاذ مجدي حتة. ده الحلو ولا ال ده الحادي يعني. ريحته يعني تحفة لسه يعني شوية يعني هو ياخد له خمار ياخد له ربع ساعة كمان في الفرن بس. طيب خلاص يا جماعة أنا هستنى الرز هقعد جنب الرز لحد ما يخلص. وبحييكم جدا وبحيي جميع العاملين معانا في الاستوديو وبحيي جميع العاملين معانا في الكنترول روم وبالاخص الاعداد طبعا المتميز جدا عندنا ومخرجنا المتميز الاستاذ مجدي كمال. بحييه جدا وبشكره جدا على كل حاجه جميله بيعملها معانا وبشكر الشيف حسن حسون على مجهوداته معانا وبشكر قناه الحياه القناه رقم واحد في مصر وان شاء الله يا رب العالمين تبقى القناه رقم واحد في العالم العربي كله وتحيا مصر.